إذن هون عندنا هلا الشيء الثاني، النوت الثاني. صار عندي هون variations أو restrictions. رحنا اطلعنا بالماركت وجدنا إنه ما في 1 لـ49. Not available. أنت فتشت لقيت جير بوكس، ما في جير بوكس. 1 لـ49 كان بحل لي المشكلة، مش هيك؟ وبطلع بحل كل شيء. وجدنا إنه اللي موجود الأفيلابل هو 1 لـ98. 1 لـ98 جير بوكس بدكشن. طبعا هاي جير بوكس بدكشن ريشو أعلى. مظبوط بتساعدني بالتورك بس بتغلبني هلا بالسرعة، بتساعدني بالتورك لأنه بتخليني بقدر أجيب محرك التورك تبعه أقل، بس مشكلتها بالسرعة. لو جيت هلا حسبت سبيد تايم بروفايلينج بتلاقي إنه ما بتقدر أنت تطلع ل 1 متر بير سكند، أعلى سرعة بتقدر توصلها هي 0.5 متر بير سكند تقريبا 0.5 متر بير سكند هي، لأنه إحنا ما حسبنا وجدنا إنه إذا هذا مشي على أعلى سبيد له راح يوصل 1 متر بير سكند خطيا. فلما ضاعفنا الجير بوكس ريدكشن ريشيو يعني نزلنا السرعة لسه أكثر كمان، اللو سبيد شافت صار لسه أوطى سرعته، مظبوط مش هيك معناها هاي؟ كنت أنزل 1 لـ50 يعني كنت أنزل 50 السرعة 1 over 50 of the input speed يكون على الأوتبوت، هلا صار 1/100 تقريبا، فالسرعة ما رح يوصل لـ 0.5 متر بير سكند، رح يوصل هيك. هلا إذا قارنا هدول الرسمة هاي بالرسمة الأصلية وضليت على نفس الأكسلريشن رح ألاقي إنه مضطر انا اسحب مسافه اطول حتى اقطع نفس المسافه، هي عندي 20 متر، او كنت بالاول انا اعمل هيك. كنا نعمل هيك، هي تقريبا نص، هي كمان نص. حتى هاي مش صحيحه بتصير. وهيك كنا نقطع هي 20 متر، فهون مضطر انا اسحب مسافه بحيث انه مساحه هذا المثلث تساوي هذا المتوازي الاطلاق. فكانت بالاول كنت اقدر اقطع هاي على 20 سكند، مش 40 سكند كنا نقول. راح تصير هاي. بدك تعمل هيك ممكن، بس لمين بدك ترجع تاخذ الاذن او تناقش؟ اليوزر، ترجع تقول لليوزر انا ما لقيت 41، لقيت 1 على 98، اذا استعملت 1 على 98 بنفس الاكسلريشن راح يصير عندي الزمن جديد، هي هذا تي نيو. ايش هو؟ راح يكون اكبر، امكانكم تحسبوه، المفروض تعرفوا تحسبوه بسهوله. مظبوط؟ كل بيعرف يحسب هاد؟ بدك تحسب هادي انا عارفها اللي هي نص متر بير سكند، هاي عارفها اللي هي 1 متر بير سكند، هذا الاكسلريشن عارفه طلوع ونزول ونزول كله هذا 0.05 متر بير سكند سكوير، هادي A هادي V وهاي V الجديدة من هون، وانا عارف انه هذا 40، عارف انه هاي لازم تكون مساحتها 20. السؤال ايش مساحة شبه المنحرف هذا؟ مساحة شبه المنحرف هذا كمان لازم تكون 20 حتى اضع نفس المسافة. خلص المجهول الوحيد صفى هو تي نيو، فبدي احسب تي نيو مساحة شبه المنحرف. نحسبها بسرعة، عندي الافرج تبع الضلعين هذول، بس انا مش عارف الضلعين هذول يعني ما بديش اضيع وقت عليها كثير، تقدر تحسبه. نعم ايش؟ مثلثين. خلص بتقدر تحسب مثلث، بتقدر تحسب هذا وبيطلع معك الهاي، وفي وبتطلع هذا بتحسبه وبيطلع معك تي نيو. هلا اذا اليوزر وافق خلص بتكمل، بتضلك شغال على نفس الطريقة. إذا ما وافق في حل. نعم. أسأل دكتور، في الديزاين لازم يكون خلينا نحكي بداية الأكسلريشن نفس الدي أكسلريشن إنه يكون سمبليكر. معظم السيستمز هلا إلا يكون في سبب واضح ليش أنت بدك تغير بينهم. معظم السيستمز اللي أنا شفتها عادة ما بميز بين الأكسلريشن والديسلريشن، إلا إذا في سبب جود ريزن. ما في، أنا ما شايف في جود ريزن ليش أنت بدك هذا. إذا المحرك قوي وأنت مختاره كفاية يعمل أكسلريشن راح يعمل نفس الديسلريشن، لانه عم بيشتغل على فكره هو بالديسيليشن، بس بيشتغل كايش؟ كجنريتر. يعني متعب، هذا له متعب زي ما هذا متعب، لانه هو بيشتغل كجنريتر، راح يصير عليه ضغط لانه بده يرجع الطاقه يرجعها على السبلاي، اوكي؟ اذا احنا هون هذا حل، هذا اذا هذا اوبشن 1. ايش اوبشن 1؟ اوبشن 1 انه انكريس تايم. هلا في اوبشن 2، هذا اللي بدكم تحاولوا كمان تحلوه، بتقدروا تحلوا هذا هلا من هون. اوبشن 2 انه انا اجي اقول انا راح ازيد الاكسلريشن، وانا ما كانش علي ضغط كثير هناك، متذكرين التورك ما كان، يعني لما جينا حسبنا الاكسلريشن والهذا ما كان الجزء الاكبر كان الاوت اوف بالانس، فاحنا بنيجي بنقول هي ال 20 هي الحاله الاصليه. الطريقه الوحيده اني التوب سبيد تبعتي تكون 0.5 متر بير سكند اني ارفع الاكسلريشن. طبعا بدها تكون شديده، رفع الاكسلريشن شديد عشان المساحه هاي، وحتى ممكن في حالات معينه تلاقي انه هذا غير ممكن. دكتور الارقام هاي اتوقع تطلع من فين؟
جربها شوف، جربها شوف. ما بعرف، انا اظن انه حاولنا نحله حليناها، بس انت تاكد وشوف، تاكد هل في اكسلريشن منطقيه ما تكونش انفينيتي، اقل فاينايت، از ذير ا فاينايت اكسلريشن اللي بتسمح لي اني ارفع الاكسلريشن واضل احقق هاي تضلها 40 سكند؟ هذا هو السؤال اللي بدكم تلاقوه. هاي 40 سكند، هذه نص متر بير سكند، هذا 1 متر بير سكند، وهاي ضلت ايه بتساوي 0.05، بس هاي اختلفت الان. فهون المجهول اللي بدنا نطلعه هو انيو، هون المجهول اللي بدنا نطلعه هو تينيو. هدول هم الحالتين هون، وهذا راح تلاقي انه المحرك راح يختلف الحسابات، بس اظن انه هذا مور اوبتيمم من الحاله هاي، لانه هذا راح يعطيك، راح يحقق لليوزر اللي بده اياه ال 40 سكند. بس الميزه المهمه فيه راح تلاقي انه هو مزبوط بيرفع، بتذكرين كان في عندي تو تيرمز لما حسبنا الاكسل المعادله المره الماضيه، تاو موتور مش كانت بتساوي تاو ماسز زائد الفا في اي، ومي اللي كانت صغيره جدا مقارنه بهاي هذا. فانا حتى لو رفعت الفا هذا التيرم مش كبير كثير، فما راح الاقي اصلا هذول التاو ماسز راح ينزلوا بسبب الجيرنج ريشو اللي موجوده هون، فاحتمال انه الاقي محرك اصغر، ادبر محرك اصغر، هذا بكون اوبتمايزيشن. اوكي، طلعوا لي هذول، هي الحلين اللي بدكم تطلعوا عليهم، طلعوا على الحل هذا وعيدوا الحسابات، طلعوا على هذا. اذا هذا الحل طلع ما بيطلع له حل، بيطلعش ايه فاينايت، يعني بدها تكون انفينيت الاكسلريشن او شيء، بدنا نعيد نطلع نعيد الحسابات تبعتنا ونطلع، بس اظن احنا قدرنا نحله ويطلع معنا ايه. نعم، بس هو باين انه ما بيطلع، طالما الكب سبيد نص 40 في نص 20 متر، فبضطر بدي اوصل من صفر لنص عشان يطلع شكله الرقم اظن 0.6 عدلناه ل 0.6 يمكن. صح صح، مضبوط كلامك، مباشره من 0.5 واحد مبين انه ما بيزبط. صح يطلع مربع. اوكي طيب، اذا لو شو عملنا من هون، لو عملنا مثلا نعملها 0.6، شو رايكم نعمل هاي 0.6؟ بس بدي اعمل هاي 0.6، بدي ارد اعمل هاي 0.6، وبدي اغير الجير ريشو، راح اخليها 1 ل 76 مثلا. وين الجير ريشو؟ فبنيجي بنقول هون الجير ريشو اللي لقيناه مثلا موجود 1 ل 78 يمكن يظبط، 1 ل 78 بيعطيني 0.6، 78 بالنسبه ل 49، لو قسمنا 49 على 78 وضربناها في 1 او خلي هاي 76، 63%، خلص ممتاز، مش طلع 63%، وزن هاي 63%، هاي المسألة اللي هاي مزبوط هيك، وخليها 76 مش 78، 76 ضعف ال 39، لا 39 في 2 78 مزبوط، اسف 78، خلي هذا هيك. اوكي هاي المسألة هيك مزبوط الرقم 63%، خلص تمام. إذا نشتغل على هذا الحسابات اللي موجودة هون، هي عندي الأوبشن الواحد، أوبشن الثاني، معلش اللي بعته بس يردوا يحلوا على هاي، يبعتوها عشان نكون